هنخش بقى على صح وغلط. صح وغلط دي انتوا بس اللي بتجاوبوا، مش بابا ولا ماما، بس عندكم وسائل مساعده. اوكي جاهزين؟ ركزوا معايا يا حبيبه ويحيى. تعد مصر موقعا جغرافيا واستراحه متميزه للطيور المهاجره مرتين في العام، صح ولا غلط؟ صح. صح طبعا. اوكي، استخدم الانسان قديما في ارسال الرسائل الحمام الزاجل، صح ولا غلط؟ تاني كده. الانسان استخدم الحمام الزاجل يعني ايه حمام زاجل اصلا؟ الحمام الزاجل يعني زمان كانوا بيبعتوا رسائل مع الحمام، مع الحمام في الزاجل، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صح. صح طبعا، ماشي. هو ده الحمام الزاجل بقى. يلا. يدق القلب مرة واحدة في الدقيقة الواحدة، ومع كل دقة يدفع الدم إلى بعض أجزاء الجسم، صح ولا غلط؟ مرة واحدة في الدقيقة؟ خطأ. بابا هو اللي قال، ما شافنيش. بابا ده الخطأ والله. هو الخطأ غير ما أنت قلت غلط من غير ما بابا يبص فعلا. أيوه. صح. العظام الموجودة في الجمجمة لا تعمل على حماية المخ، صح ولا غلط؟ غلط. غلط. صح. ايوه انت قلت غلط. 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 هو انت مش معانا ولا ايه؟ هو ليه بيجاوب لوحده؟ ما هو غلط. اه ماشي. طيب، الحرف اليدوية التراثية صناعات معتمدة على الأيدي العاملة وعرفتها مصر منذ القدم، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صح. صح. ايه يا حبيبه انت معانا عماله تعملي كده وخلاص؟ الطاقه الحفريه هي التي نستخرجها من باطن الارض مثل البترول والفحم والغاز الطبيعي، صح ولا غلط؟ ما هو ده اللي انا بساله. الطاقه الحفريه بنحفر. صح. ماما احنا صغننين قوي على الحاجات دي. احنا صغننين قوي، عندهم وسائل مساعده. آه، يا ماما. خلاص. يا ماما والله خلاص. البوينت راحت من هنا وهي صح طبعا. عرفت يعني ايه؟ عرفت يعني ايه الطاقه الحفريه؟ اللي بنطلع بقى بيها، اللي بنحفر عشان نجيب بترول وفحم وغاز طبيعي، فاهم؟ ماشي. هو انتوا في سنه كام؟ لسه جريد 3. 3؟ اه هتاخدها السنه الجايه. ايوه ايوه. طب هو سنه كام؟ جريد 3. هما الاثنين. هما الاثنين انتوا توأم؟ نفس الكلاس. نفس الكلاس. انتوا توأم؟ لا. اوكي. خطه كده عاملينها مع بعض. خطه.